في بعض المرات في نهايات بعض القصص اللي كنا كنحلموا فيهم كتكون بدايات اللي هما زوينين، خصوصا اذا حنا عطينا لهاد النهايه فرصه. هنا ربي اكيد انه تيعطينا ما هو اجمل، ولكن بشرط ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني حتى كتبرهنوا مولانا بلي انك او لا انت راك قابل للتغيير في حياتك، وهذا الشيء تماما هو اللي غادي نشوفوا في حكايتنا الليله اللي غادي نوعدكم بها بلي انها تكون نهايتها زوينه. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليك. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه وحوالكم طيبه. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد كيف العاده. قبل ما ندخل في حلقه الليله خلينا نقول لكم بسم الله، يلا لنبدا. انا ياسمينة تربيت وكبرت في الجبل، وتما غادي ندوز احسن طفوله ديالي مع صحاباتي والدراري اللي كنت كنقرا معاهم. زائد طفوله ما كتكونيش عارفه فيها الحياه والجديه، وكتكبري وانتيا طالقه الامور. فكملت الابتدائي ديالي، تما اضطريت انني نمشي لواحد البلاصه اللي هي بعيده على دارنا باش انني نكمل قرايتي، حيت ما كانش عندنا الاعدادي تما. وهنا فين غادي ندوز امتحانات باش انني ندخل لواحد الجمعيه، جمعيه اللي هما مكلفين بها النصارى على برا بالمصاريف ديولها بالكتبه ديولها واي حاجه كتعلق بالمدرسه باش انك تكملي قرايتك. عاونونا بزاف باش بزاف منا يقدر يكمل القرايه ديالو، لانه راكم عارفين الافكار ديال الناس ديال الجبله ولا ديال الباديه بلي البنت اذا وصلت للسادس صافي خاصها تجلس في الدار باش تزوج. ما عندهمش الفكره نتاع البنت انها تخوي البلاد باش انها تقرا. ولكن الحمد لله انني كبرت وسط واحد العائله اللي هي ما عندهمش هذه الفكره، بحكم انه الاب ديالي عنده الباك وواعي وعارف بحق القرايه وكان كيشجعني باش انني نكملها ونمشي بعيد. المهم دخلت لديك الجمعيه، وكانت عندنا واحد المربيه الله يجازيها بالخير هي اللي كانت مكلفه بينا وكانت محفزانا، ديما كتقول لنا قراو لانه قرايتكم هي كل شيء، وكانت رد علينا البال. وحنا مع كنا صغار ما كناش كنحملوا داك الزيار، ولكن دابا فاش كنرجع السيناريو اللور تنقول لها انها فعلا كانت كتبغينا داكشي باش كانت مزيرانا. كانت كتقول لنا بلي انه قرايتكم هي كلشي، وحنا ما كناش واعيين انا ذاك بداك الكلام، كنا مازال باقيين صغار. فبقوت ما كانت مهتمه بقرايتنا، كان الدرس اللي تحت اليوم خاصو يتحفظ في العشيه ونعرضوه عليها باش ديما نكونوا مؤهلين للامتحانات. وتما فين غادي نقرا حتى للتاسعه، في ديك الدار كان كلشي موفر باش اننا ننجحوا ونقراو. والزوين فيها انه من بعد التاسعه كنطلعوا للثانوي، وكنضطروا اننا نمشيو لجهه واحده اخرى فهذيك الجهه نيت اللي كاين الفرع ديالها ديال هذه الجمعيه. ديك الجمعيه كتبعك حتى كتكمل معاها قرايتك، وخصوصا اذا كنتي كتجيبي نقاط زوينه كانوا كيصيفطوك على برا اولا كيدبروا فيك على مدارس فين انك تكملي من بعد. المهم فاش كملت التاسعه اضطريت باش انني نمشي لجهه واحده اخرى فين كملت الثانوي، وصراحه كان عندي حلم انني نكون طبيبه بحكم انه الاب ديالي كان مريض بالقلب، فكنت كنمشي معاه انه يدير التحاليل ديال القلب. يعني كنت كنشوف المعاملات الخايبين من جهه الممرضات، ولا عندي حلم باش انني نكبر ونعاون الناس ونخفف عليهم الالم ديالهم. فاش مشيت للسانكيان في الجهه الاخرى غادي تقلب حياتي راسا على عقب، غادي فعلا ندخل ديك الدار الاخرى اللي كان فيها نفس الفرع ولكن مربيه واحده اخرى اللي ما كانتش مزيرانا بزاف، بحكم انه ديك الدار كبيره ما كنلقاوش مع ديك السيده بزاف باش انها تنبهنا، حيت كنا ايضا واحد العدد اللي هو كبير. وهنا بغيت نقول لكم اذا تقال لكم بلي انه الصحابه تيلعبوا دور كبير راه ما كبروش. انا داك تلاقيت بنات اللي كانوا خفافات شويه، ولات ياسمينة كتبدل ليها الفكره ونسات القرايه ونسات داكشي اللي بغات تحقق. كان عندي اهم حاجه انه التليفون ديالي يكون مشارجي بالباتري والكونيكسيون، شي حاجه واحده اخرى ما عندي ما ندير بها. وهنا فين غادي نتعرف على واحد الشخص اللي غادي يكون سبب في انه غادي يبدل حياتي من احلام وامال الى الأسوأ. هذا السيد انا ذاك كان بغى بنت خالي اللي شافها وعجباته وبغاها للزواج، وداك الدري انا كنت ندوي معاه غير في الفيسبوك، سولني لاباس عليك ياسمينة راني بغيت بنت خالك وعجباتني، وقلت له دابا نقولها ليها اذا مكتبه لك اخويا الله يسر لك. قال لي عافاك قوليها ليا. فعلا مشيت قلتها ليها وما كانتش مقتنعه وما بغاتش، وقلتها ليه وبقى عليا عافاك غير حاولي معها، حيت حتى انا راني شفت لك واحد السيد اللي بغى يتزوج بك وعجبتيه ودابا نصيفطو لك. انا بالضحك قلت ليه اي واخا صيفطو ليا نشوفو. فاش صيفطو ليا لقيتو عندي اصلا في الفيسبوك، ولقيت بلي انا اصلا كنت كندوي انا وياه. قال لي راه عجبتيه حيتاش واحد المره راه شافك. قلت ليه صافي واخا دابا ندوي معاه. مشيت دويت معاه وقال لي انا باغيك الزواج يا ياسمينة وبغيتك تحيدي الدراري من عندك حيتاش انا ناوي معاك المعقول.
قلت لي واخا مرحبا. السيد الطريقه باش قنعني كانت خطيره بزاف، قنعني بلي انا غادي يعيشني مزيان وغادي نسافروا مجموعين وغادي نخليك تكملي قرايتك واللي غادي تعيشي في داركم غادي نعيش كان احسن منه. دوك الاحلام اللي لا علاقه لهم بالواقع. بديت نقول ويلي ياسمينة صافي ما تضيعيش هاد خينا ما بين يديك، هاد خينا يقدر يكون هو السعاده ديك وكل شيء في حياتك. ديك الساعه كنت كندوي معاه من عند صاحبتي بالتليفون ديالها اللي كانت كتخبيه وسط الوساده، لانه في ديك الدار كان ممنوع التليفونات وكنا كنخبيهم على ديك المربيه، فكان شارجيو التليفون في الزنقه وبالليل كنهزوه بلا ما تشوفنا. وهاد القضيه كانت اخطر واخيب حاجه كنا كنديروها، لانه ديك السيده كانت كتقلب لينا على مصلحتنا ولكن حنا كنا واخدين داكشي بالنشاط. المهم فاش انا وليت كندوي معاه كيف قلت لكم ما كاين غير شارجي التليفون، كندخل القسم ما كنبقاش كنرد البال شنو تيقول الاستاذ، كنقابل غير التليفون ديالي. غادي نولي كندوي مع هاد الشاب كل نهار مكالمات هاتفيه او حتى بالفيديو، وتخيلوا معايا مع كان عنده استعمال الزمان ديالي كنت اذا خرج في العشيه تعيط ليا ياسمينه ما تبقايش حدا الباب سيري في حالك، كان كيتحكم فيا كانه مزوج بيا، وراكم عارفين العقل ديال المراهقه اللي كان تيقولها ليا كنمشي كنجري كنديرها. ما كانش عندي الحق انني نبقى مع البنات. واحد النهار جا عندي وجلس انا وياه حدا ثانويه، وهنا غادي نزيد نتعلق به. بقيت كنقول مع راسي علاش هاد السيد مزيرني ما تخرجيش ما تلقايش بالبنات، اذا به واحد النهار غادي نتلقى بواحد البنت اللي سولتني واش عندك شي حد في حياتك، قلتها ليها وريتها شكون، وهي تقول لي لا ما يمكنش راه هاد خينا نفسه كتهضر معاه صاحبتي وحده اخرى. قلت لها لا ويلي واش انت حمقه ما يمكنش انا راه كنعرفو مزيان. لا ياسمينه والله حتى هاد بنادم انا شايفاه. قلت لها واخا عرفتي شنو غدا جيبي لي الخبر عافاك. قالت لي صافي واخا الا غد لي كتصيفط ليا السكرينات ديالو هو وديك البنت وباللي كان كيوعدها بالسواج. تما صيفط ليه وقلت ليه شنو هادشي واش كضحك عليا؟ قال لي لا انا راه كنبغيك ولا هادي ما هادي. قلت ليه اه داكشي باش ما كتبغينيش انني نبقى على برا، كتخاف انني نتلاقى بهذيك خيتي حيتاش انا كنت كنعرفها. لمتو بلوكيتو ولكن بقيت كنبكي وبقى فيا الحال وما تسرطاتش ليا. حتى لواحد النهار غادي يصيفط ليا ميساج ياسمينه انا على برا خرجي لعندي. لا انا ما خرجاش لعندك لا غادي تخرجي لا هي لا. وبقيت نقول مع راسي نخرج ما نخرجش نخرج ما نخرجش. خرجت لعندو وغادي يقول لي صافي سمحي لي وانا راني جيت عندك من البلاصه الفلانيه وراني كنبغيك وحشومه عليك ما تخلينيش. انا ما عرفتش كيفاش صراحه جاوني التلاميس ودغيا تيقته وقلت هذا هو اللي بغيت. رجعت معاه بدينا كنهضروا وديك البنت بقات فيا، لانه من بعد هادشي مرضات حيت عرفت باللي انه كيتفلى عليها. واخا ما كرهتش نتلاقى بها اليوم ونطلب منها السماحه، واخا صراحه ما درت ليها والو ولكن هو اللي لعب بيا وحتى بها. المهم انا داك فاش تلاقيت انا وياه شافنا واحد الدري وقالها البابا، وبا دور لعمي اللي صيفطوا ليا باش انه يشوفني، وهنا فعلا لقاني انا وياه وقف علينا وقال لي هاد الشاب اللي انا راه فعلا باغي ياسمينه المعقول داكشي باش نجي ندوي معاها. عمي سولني واش بصح انت بغيتيه؟ قلت لي اه. قال لي انا واعرفش شنو راه هاد البلاصه راه ماشي هي ديال الملاقيه والمعقول، الا بغاك يجي لداركم بلا شوها. قلت لي لا عمي حنا ما درنا والو راه غير تنهضروا وصافي. من بعد ما وقع هادشي لغد لي جاي يخطبني في دارنا، جاب معاه امه وباه، وانا انا ذاك نسيت قرايتي نسيت شي حاجه سميتها القرايه، دخلت غير للعالم ديال الزواج ودوك الاحلام الخياليه. مشيت نهز حوايجي من ديك الدار وديك المربيه اللي كانت تما غادي نودعها، وهي تقول لي راك باقا صغيره ياسمين على الزواج اش داك ليه؟ قلت لها لا راني بغيت نتزوج. ايوا عرفتي شنو غير كملي قرايتك غير سيزيام يكون عندك بعدا غير شي نيفو باك. قلت لها لا انا باقي مازال تابعني الزواج. قالت لي ياسمينة انت باينه فيك باغا تقراي غير حاولي تكملي. رفضت وتمنيت كون درت بهضرتها وما خديتش داك القرار وانا مازال صغيره. با ما بغانيش نتزوج حيتاش باقا صغيره حتى هو، وخصوصا كيف قلت لكم با تيقدس شي حاجه سميتها القرايه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لانه صراحه كل ما هاد الاحداث اللي هما جايين ما كنتش غادي نعرف بزاف ديال الحوايج في حياتي اليوم. درنا الخطوبه، من بعد شهر درنا الزغاريت، وهذا الشهر اللي داز كله العسل وكلام الحب وغندير لك وغادي نفعل لك ولوحي كاع حوايجك وانا غنجيب لك الجديد. وياسمينه عايشه في داك العالم وداك الحب وكنبغيك، والفراشات في كرشي تيفرفروا ما قداني لا ارض ولا حتى السمك وكنت فيها. ايوا الربطه زغبيه تعلقت به وبديت كنخيط حوايج ديال العرس وحيدت ليه بزاف ديال الحوايج انه ما يتكلفش بهم اللي في المفروض يكونوا في المسؤوليه ديالو. قلت صافي الزواج هذا والمعقول وحياتنا راه بزوج، ما كاينلاش انني نكلفه ولا نخرج منه شي فلوس ولا شي حاجه. خيط شي حاجه اللي مقلال فلوس
في حوايجي وغادي يخرج هو غادي يختار الخاتم ديال الزواج، ما احتاجش انه يسولني حتى واش عجبني ولا لا، اختاروا الراسو واش راه عاد قال لي واش عجبك. انا تصدم، ولكن بقوه ما كنت انا اللي كنبغي ما كنتش كنتفاعل مع هاد الامور اللي كان خاصني ندوي فيهم. قلت ليه عجبني، قال لي صافي اصلا راني اختاريته وما يمكنش نرجعه اذا جاب الله ما عجبكش. داك الخاتم تيقوني اللي الدري الصغير اذا عطيتيه في يده يقدر يهرسو، درت عين شافت وعين لا. ماما مسكينه بقات كتقول لي غير شنو هادشي راه خصو يديك معاه باش تختاري. وانا ذاك كنت ما بين زوج ديال الجوايه، ما بين ماما اللي كانت كتقول لي ما صالحش ليك، وما بين قلبي اللي كان تيقول لي بلي انك راكي متعلقه به. وكنت حتى انا كنلاحظ نفس الملاحظات نتاع دارنا، ولكن كنت ندير راسي بلي انا اللي ما كنفهمش. المهم غادي نديروا العقد، وفي الصداق كان عطيني ثمن لي ماشي ديال الصداقات، ولكن كانت عندي الفكره ديال انه فقط نكون مع الشخص اللي بغيت، وانا راني بسيطه وقنوعه ولله الحمد. فاش خرجنا من عند العدول عطاني ديك البركه قسمتها معاه بالنص، وقلت ليه هاك باش تعاون بحكم انه انا ذاك كان كيعاود الدار للصباغه، وانا قلت ليه خلي لي غير هاد البركه باش نشري شي حويجات اللي خاصني اللي هما بساط. غادي يقرب العرس وهنا غادي يبداو المشاكل على التفاهه. بدينا كنهضروا على الهدايا اللي غادي يجوني، شكون غادي يديهم، وشرحت ليه بلي انه الطرفين غادي يوصلنا الهدايا. قال لي انا راه عائلتي ما غادي يجيبوا لي حتى شي حاجه بلا حشمه بلا حياه. واحد العائله اللي صراحه كانت عنده في شكل اللي تنقول واش باقي داك النوع ليومنا هذا، الحقد والكره، وتعرفوا غير السحور والملحه، وما تيحنوش بعضياتهم نهائيا، وحتى حد ما كيجيب هديه لاخر. واحد الحقد اللي كان بعضياتهم عجيب. انا قلت ليه منين ما جايب لك حد شي حاجه انا غادي نقول لبابا الهدايا ديالي اللي جاوني يجيبهم ليا في المدينه فين غادي نمشي نسكن معاك. كتهرب بابا، قال لي على وجهك غادي ندير هادشي حيت هو العريس وهو اللي خصو يتكلف بهذا الامر. من تما بداو المشاكل والصداعات. غادي نتزوجوا، غادي نمشي هو الاول دارهم اللي كانت في البلاد في العروبيه، غادي نجلس فيها اسبوع، من بعد غادي خصنا نمشيو للمدينه فين هو عايش. ولكن هذا الاسبوع كان كفيل انني نكتشف الحقيقه ديال عائلته اللي كانت صادمه. مو غير كنخرج من البيت كتقول لي لا ما تخرجيش راه البنت خاصها تبقى في بيتها 7 ايام. واحد الحاله اللي ما فهمت فيها والو، كل مره كانت كتقول لي ردي البال من بنتي، وهذه عمرني ما سمعتها في حياتي. تما تقرصت وقلت يا سيدي يا ربي شو هاد العائله اللي دخلت ليها. قالت لي راه باش يدوز العرس على خير راني حطيت السكر لسيدي فلان، هو اللي كان السبب هادشي يكون هو هذاك. بقيت نقول مع راسي واش باقي الناس بحال هكا عايشين ما بيناتنا. جلست معاهم، عاودت لي واحد السيده معاهم بلي انه راه حماتي كانت خزنات شي قرعه وعمرتها بالدم من عند واحد الجزار نتاع شي بقره ودخلتها للدار فاش انا كنت. علاش كيفاش شنو غدير بها الله اعلم. من بعد غادي نمشي مع راجلي غادي نعيش معاه في ديك المدينه، وهنا غادي يبداو مشاكل من نوع اخر. الباب خاصو يبقى مسدود ما يتحلش، وكذلك ومثال الشراجم والحوايج اذا تصبنوا تخيلوا معايا هو اللي خصني نتسنى حتى يجي وينشرهم، واذا نشرتهم تيقول لك لا راك كطلعي للسطح غير باش تشوفي الجيران. انا ما قدرتش على ديك الحياه حتى من الحانوت اذا كنت بغيت نمشي ليه ما نقدرش حتى يجي، او لا حتى الحمام ممنوع ليا غير اغنيه اذا سمعتها كيقول لي علاش كتسمعيها اذا كتفكرك في شي واحد. الانستغرام والواتساب غادي يحيدهم ليا، حيد ليا صحاباتي اللي كانوا منسيني، حيد ليا كل شيء، قطعني من الشجره. وهو كيفاش كان لما كان تيدخل المرحله عزكم الله كان تيبقى بيه بساعه نص ساعه وما عندوش مشكل، تيشعل الاغاني وكيبقى مستوني تما. فاش نبدا كنقول ليه مالك على هاد الحاله راه خايب انك دير بحال هكا في المرحاض، تيبقى يقول لي لا وماشي شغلك وانا راه هكا داير. اذا قلت ليه غير كيف داز نهارك في الخدمه تيبدا يقول لي واش انتي سوقك ديها في سوق العيالات. وانا الحمد لله تربيت وسط واحد الوسط اللي بابا تيشاركنا الامور ديالو في الخدمه وشنو تيسر ليه وشنو لا، واذا بغى يدير شي حاجه كذلك ومثال. في دارنا كبرت على الحوار، فاش مشيت عند هاد خينا مشيت بهاد التربيه وهو تيقول لي دوك الشبوقات راه ماشي ديال العيالات. واحد النهار فاش قرب عيد الكبير سولته شنو غادي نديرو في الحولي، قال لي تنقول لك شحال من مره ياسمينه ما تبقايش تدخلي في هاد الشبوقات، بقى فيا الحال. ولكن تنقول شنو غادي ندير انا اللي درتها لراسي. كدور ليا ماما كتسولني كيف دايره بنتي واش بخير، شنو غادي نقول لها؟ كنقول لها بخير الحمد لله، وكنقدرش نقول لهم شنو كاين لانه انا اللي اختاريت ديك الحياه راسي براسي. واحد النهار غادي يكون راجلي خارج للحانوت باش انه يتقدى شي حاجه، وغادي نهز التليفون ديالو على نيتي غير باش نطلق منه الكونيكسيون، علما انه كان كيقول لي بلي ما عندوش وسائل تواصل وانا راني مهني وكذا ما كذا، باش يقنعني باش انني نحيد حتى انا
وسائل التواصل. طبيعة الحال قنعني وحيد كل شيء. المهم فجيت نأكتيفي الانترنت كنسمع ميساجات طن 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 طن. دخلت ولقيت بنت اللي سميتها فلانة كتبالي توحشتك وكذا وكذا. دخل سولته شنو هاد الشيء، بقى لي غير سمحي ليا. قلت لي شوفها فلان، بينك وبين مولاك أمانة راني سمحت لك وعارفة راسي أنني خرجت عليا فاش خليت قرايتي وأحلامي وأهدافي وما سمعت لحتى شي حد، في الأخير درتي ليا بحال هكا. تخيلوا معايا السيد كيدوي بواحد البرودة اللي ما يمكنش، بحال ما دير حتى شي حاجة نهائيا. مع ذلك صبرت وشوفها ما بقيتش حاملة نشوفها فيه. كنت عايشة حياة اللي كانت ماشي ديالي، جيت عنده وعدني بالكذوب وسد عليا في قفص. كنت عنده طوير وليت محبوسة وانا مازال حتى 20 سنة مازال ما دخلت ليها. اذا خرجت معاه كتبان ليا شي وحدة خارجة صايقة طوموبيلتها او كتقضي امور ديالها معولة على راسها وانا عايشة حياة ديال الفيران. كنت عارفة انني خارجة على راسي وما كنتش راضية على حياتي معاه. تال واحد النهار غتكون جاية عندنا واحد اختو من البلاد من العربية وغادي تدوي ليا مو غادي تقول ليا ياسمينة سدي البيوتة وجمعي حوايجك حيتاش فلانة جاية عندكم اللي هي بنتي. تنبقى كنقول مع راسي واش عباد الله انتم خايفين عليا من بنتكم، غادي نقولها لراجلي بلا حشمه بلا حياه وغايقول لي راه حيتاش هي سحاره وكدوي مع الرجاله وكتخرج وكدور. قلت لي في بالي الا غير على السحور راكم كاملين سحاره، حيت مو كنت كنشوفها وقت ما كنبغي يخرج ولدها كانت كتعمر ليه جيوبه بالملحه وشي فاسوخ كتقول لينا راه ولدي غادي يضربوه ليا بالعين. اصلا الصلاه ما كانوش يعرفوها حتى من عدد الركعات والو، جاهلينهم خليه على الادعيه. المهم جات عندي اختو وناض صداع ما بيناتنا ما بيني وما بينه وليت كنعس حدا اختو وهو في الصاله. حتى لواحد النهار جا لعندي وقال لي يا ياسمينه ممكن تمشي عند صاحبتك فلانه اللي كاينه في ديك المدينه وانا راني غادي نجي نخلط عليك نتقداو اللي بغيتي ونمشيو للبلاد نعيدو تما مع الوالدين. كيفاش انت ما كتخليني حتى نطلع للسطح ودابا بغيتيني نمشي من هنا لتما بوحدي؟ لا بالعكس راني وليت كنثق فيك. قلت ليه واخا دابا نفكر وسديت الموضوع، ولكن لا غد ليه عاوتاني حكر عليا على نفس الحاجه ومن بعد داك النهار عاوتاني جبد ليا نفس الموضوع. فبديت نقول ويلي هاد السيد اذا غير خرجت معاه تيقول ليا ما تشوفيش هنا ولا هنا ودابا تيحكر باش انني نسافر بوحدي. ما اقتنعتش قلت شي حاجه من مورا هادشي، ولكن هو شنو دار شيطان مشى دور لصاحبة ماما اللي كانت عنده في الواتساب مع كتسول فيا مره وقال ليها واش انا عندي العيالات اللي كيمشيو للمدينه الفلانيه بوحدهم واش انا لعب دور الضحيه. هي غادي تعيط ليا في التليفون ديالي العادي وقالت ليا واش حماقيتي انت يلا تزوجتي يا ياسمينه شنو بغيتي ديري بوحدك في مدينه فلانيه عند صاحبتك؟ قلت لي حتى تجي معاه هو غادي يقلب عليا كلشي. قلت لها ويلي خالتي علاش كتهضري فهميني شنو كتقولي؟ قالت لي راه دور ليا راجلك واشنو قال ليا. واه خالتي راه هو اللي قال ليا ديك الهضره وبالاماره شنو قال وشنو قال شنو قال. بالعاني دار ليا بحال هكا باش هو يمشي لعند دارنا ويقول لهم راه هي اللي مشات بوحدها ويتهنى مني بايتها وسيله شيطانيه. من بعد غادي يدخل عليا وهو تيضحك بحيلة ما على بالوش. قلت له الله ياخذ فيك الحق فلان، علاش شنو درتك يا ياسمينه؟ ها شنو درتي وما كتحشمش مازال جاي كتضحك ليا ومع انا اصلا صافي خيخت المعيشه معاه. قلت له ديني دابا ولا وعلاش وانا شدرت ليك ونانانانا. قلت لك غادي تنوض تديني دابا لدارنا. مشيت لدارنا وما كانوش عارفين حتى وقفت عليهم وقالوا لي دابا غادي قالوا لي دابا تهد النفوس وغادي ترجعوا مع بعضياتكم. كنقول لهم ما تبقاوش تقولي لي بحال هاد الهضره حيت داك السيد مستحيل انني نرجع ليه واخا وقع اللي وقع. من بعد اسبوع دفعت ورقه نتاع طلاقي وما حاولش باش انا حتى يصيفط ليا ولا يعتذر ولا يراضيني لا هو ولا عائلته واخا ما كنتش غادي نرجع. داروا لي بحال شي لعبه داروا بها ما بغاو ولاحوها. بقى فيا الحال واخا خيخت كان شويه ديال الامل باللي راه تيبغيني ولكن والو. ولا همي هو كيفاش نرجع لقرايتي وما نخلي حتى شي حد يقول ليا راه مسكينه ولا يشفق عليا. خاصني ندير حل راسي ونرجع لقرايتي بايتها وسيله. وانا وصلت المحاكم وصداعات تنشوف كيفاش نقنع بابا انني نرجع للقرايه. جلست معاه وقلت ليه شنو كاين وبلي ندمت على كل شيء خليني نرجع لقرايتي دابا بابا. قال لي لا ما يمكنش يا ياسمينه ولكن ممكن انني ندخل لك الانترنت ونشري لك بيسي وديري باك حر. بابا راه ما يمكنش انني ننجح به، انا خاصني نرجع لقرايتي ونتعرف على ناس جداد باش ننسى اللي فات ونبدل حياتي. قال لي دابا نفكر واللي تنصلي ونطلب الله يا ربي نرجع لقرايتي وحياتي الطبيعيه واخا ما يمكنش انني نرجع لديك الدار اللي خرجت منها. المهم غادي نضطر انني نقلب على فين نجلس. بغيت نقول يا ربي شنو غادي ندير يا ربي شنو غادي ندير. حتى لواحد النهار الجمعه جاب دخل عليا وفي يدي شي ورقات وغادي يقول لي
غادي ترجعي ياسمين لقرايتك. فاش قال لي هذا الخبر ما قدتنيش الارض، تنغوت وكنقز، عمرني ما ننسى ديك الفرحه في حياتي كانني تولدت. غادي نمشي ندير الاستعطاف، وبدلت الثانويه وكملت السيزيام ديالي والباك، وجلست في واحد الداخليه اللي كانت حبس غير لائقه للقرايه، لا ماكله لا مراحيض، ولكن صبرت على الجوع وقلت نقا حيت بغيت نكمل قرايتي وبغيت نوصل. صبرت على كلام الناس بلي انه ما غاديش نطفرو، وبلي انه الراجل هو اللي طلقني حيت لقاني تندوي مع واحد اخر، ولكن الحمد لله قدرت نتجاوز ديك المرحله، وربي وقف معايا وعطاني القوه. الليله ديال الجهوي ديالي خرج ليا طلاقي بلا ما نقول لكم اصلا داك الاحساس، علما انني من قبل تلاقيت به في المحكمه، وبدا يقول لي شي كلام عليا اللي تجرح وما كاينش، وبلي انه ما لقانيش عذراء قاسني شرفي، وبلي انه هذا السبب هو اللي خلاه يطلقني. تنازلت وضحيت ودرت بالنقص، ولكن ما اعترف والو وطعني في شرفي قدام القاضي والمحامي. المهم انا طالبت باش انني ندير اختبارات باش انا ناكد لهم بلي هاد السيد راه غير تيكذب، لكن ماما قالت لي مسكينه خليه لمولانا، وانت عارفه شنو كتسوي بينك وبين راسك، ما كاينلاش انك تهبطي داك المستوى. درت بكلامها وما درتش التحاليل، وهي فاش كلفنا المحامي باش انه يتكلف بكل شيء توصلتني ورقه ديال الطلاق لداري. حوايجي والهدايا ديالي حتى شي حاجه ما خديتها، كل شيء بقى عنده، حتى من التفاصيل ديال صغري اللي كنت ديتهم معايا للدار عندهم داهم ليا، ما خلى ليا باش نقص ناني. ولكن ربحت انا، نجحت في السيزيام وطلعت للباك اللي كان بدايه السعاده ديالي، اللي معاه رجعت لي حياتي ورجعت شخصيتي. لولا بها ما كنتش غنتسوق لشي حد، تعرفت على ناس جداد ودازت سنه زوينه مع ناس اللي زوينين ووقفوا معايا، الناس اللي فعلا هما اللي كيستحقوني. شديت باك ديالي ورجعت الفرحه اللي غابت عامين على دارنا، وهكذا غادي نكون بديت صفحه جديده. وبحكم انني ما نقدرش نكون طبيبه حيتاش ما تقبلتش في الامتحان، فغادي ندير مدرسه خاصه وقريت فيها التمريض، ماشي على وديت الماده، ولكن حيتاش عندي امل انني نعاون ناس ونكون سبب في الضحكه اولا في الشفاء ديال الناس. عوضني الله على كل شيء ولله الحمد. وقفوا معايا والديا، واهم حاجه تقوا فيا. وبا ما عمرش راسو بكلام الناس بلي انه انا راه انسانه مطلقه وخاصني نحبس راسي في داري. با مسكين عطيني حريتي المطلقه، علاش؟ لانه كيتيق فيا وعارفني ما نقدرش ندير شي حاجه خايبه. اما نصيحتي لاي وحده مطلقه كدوز من نفس الظروف او لا اقلها ولا اكثرها، هذا هو كلامي ليك. خلاصه من هذا الشيء كله بغيت نوجه لاي وحده مطلقه كدوز من نفس الظروف ولا ظروف مختلفه، تكون قويه وبلي راه هي عندها الحق حتى هي تعيش حياتها طبيعيه كايها الناس، يعني تحقق احلامها تعيش حياتها، ما تخليش ديك زمان ديك كلمه ديال مطلقه تأثر لها على حياتها. ما تسوقش لهضره الناس، راه الخالق ربي اللي خلقنا والانبياء وشحال من حاجه تقالوا عليهم هضره اللي راه ما يمكنش، وخليه عليك زمان بنادم اللي هو عادي ما نقولوش عليه الناس ولا ما يحطموهش ولا شي حاجه بحال هكاك. يحاولوا يتعاشوا مع ناس اللي غيزيدوا بهم القدام، مع اصحاب اللي غيقولوا لهم هضره زوينه اللي ما غاديش يحطموهم. وهذا الشيء اللي كانوا كنتمنى من الله يفرجها على اي وحده كتعيش ولا كتدوز من نفس الظروف، غير هو تستعين بواحد الحاجه اللي هي الصلاه 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 والله والذكر وربي، حيت ربي هو اللي يقدر زعما يعوضها على اي حاجه. حيت الشيء الحاجه الا كانت في يد بنادم غنقول لك صعيبه، اما الا كانت بيد الله سبحانه وتعالى قادر انه يحقق عليها وقادر انه يبدل الاحوال، حيتاش قال لك لا يبقى حال على حال، ربي قادر يبدل الاحوال كاملين. وهذا الشيء اللي كاين، ندمت على انني دوزت زعما قررت داك القرار انني نتزوج في داك السن، ولكن الحمد لله ما ندمتش انني دوزت بزاف ديال التجارب اللي حلوا لي عيني على بزاف ديال الحوايج، ما يعني رغم الظروف رغم الصعوبات وداك الشيء، يعني بنادم قادر انه يحقق، ما كاينش حتى شي حاجه اللي تقدر تحبسك ما تحققيش داك الشيء اللي باغيه. وهذا الشيء اللي كاين، واي واحد سمع زعما كنتمنى اي واحد سمع القصه ديالي يدعي معايا ان شاء الله نكمل داك الشيء اللي باغيه ونحقق داك الشيء اللي باغيه، ونعوض والديا على داك الشيء اللي كانوا داروا معايا وعلى اي حاجه عاونوني بها. هذه حكايتي، وهذه هي كانت حكايه ياسمين. يا ساده الكرام، كنتمنى لكم تكونوا استفدتوا منها، خليو لها شي كلام الا بغيتوا. دمتم في رعايه الله، وحاب نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.